ملف الخيانة. هذا الملف المؤلم المبكي المليء بالجرح. اشتركت أنا والدكتورة فوزية دريع وهي متخصصة في الجنس لتقديم هذه المادة، وبسبب كثرة الأسئلة التي تردني عن هذا الموضوع قررت أنه إحنا نفتح حتى الجراح الصعبة حتى نشافيها ونعدلها ونصحح المسار. الدكتورة فوزية ستسأل السؤال: لماذا ملف الخيانة؟ ثم تناقش أسباب الخيانة وعلامات الخيانة ومستمسكات الخيانة، ثم ستخبرك عن دوافع الرجل وردة الفعل، وستناقش معك المرأة الأخرى الطرف الثالث في هذه الخيانة، وستتحدث عن فوائد الخيانة إذا كان لها فوائد، ثم جروح ما بعد الخيانة والتسامح. أنا راح أخبرك عن رسالة الخيانة وماذا بعد الخيانة، إيش اللي راح يصير بعد كل هذه التجربة، وسوف نختم بتأمل جميل يساعدك على اجتياز هذه المرحلة. مرحبا بك في ملف الخيانة.